مي ما في، كان في منظمة وراحت، صار في شهر وشهر ونص ما في مي. هذا اللي عم يصير، نحن هلا بحاجة المي. طالب بالمي، ما عندنا مي موجودة عندنا هون أول شيء، والمي اللي موجودة هون عكرة فيها تلوث، كلها تبع أنهار وتبع سواج الري، يعني ملوثة، ملوثة من المجارير من كل شيء، وما في مي إلا هي الوحيدة. والمي اللي نجيبها من صاريز غالي 270 ورقة، ونحن هون مخيم 170 عيلة.